بكل تأكيد حماس أهانت الصهاينة أيام إهانة، لكن الصهاينة عشان يداروا على قصة الجيش الذي لا يقهر استشهدوا بفيديو العادل إمام، ودي للمرة التانية التويتة بتاعتهم كانت كده. عادل إمام ما حدش يقدر يعمل حاجة لإسرائيل، هي منظمة جدا وناس عارفة تعمل ايه بالظبط، لو تقول اعمل كده تعمل. انا متغاظ جدا من اللي بيحصل في غزة، ازاي اجي احارب واحد وانا عارف قوته واضربه بالصواريخ؟ نفس نظرية السيات والمرسيدس بتاعت سيدو الصهيوني، الزعيم اللي بيشهد للصهاينة وصفحة اسرائيل بالعربي بتاخد الفيديو بتاعه عشان تحاول تدان ان المقاومة الفلسطينية مرمغت وشهم في الطين. ما حدش هيقدر يعمل حاجة لإسرائيل. وانا بعدين السيد بلد منظمة جدا وبتشتغل جدا وناس عارفة هي بتعمل ايه بالظبط، واسرائيل لما بتقول انا هعمل كذا بتعمل كذا. انت ازاي انا اجي احارب واحد وانا عارف قوته ايه؟ ها؟ واجي اضربه بالصواريخ، صواريخ ايه؟ صواريخ معمولة في ورش نظام بس المقاومة سبعة ثانية. اتفضل. تضرب التاني مش هيبعت لك ورد، التاني هيبعت لك صواريخ وهيضربك. التاني ليه استراتيجية أمنية ليها حدود. احنا زهقنا من المظاهرات دي، بنروح بالدم نفديك يا فلان ونفديك يا فلسطين. انا ما بشوفش بنروح بالدم نفديك يا ساركوزي ولا يعني يا حبيبتي يا انجلترا. فين قادة حماس في الحرب دي؟ فين قادة حماس؟ فين؟ اظن بيروت مش كده؟ اه وقاعدين في الجاكوزي الحلو. انا ما اعرفش يعني الله اعرف. واخدين سويتات طبعا، لان مش معقول القادة ياخد اوضه صغيره. عرفت الملعونين في الوطن؟ عرفت؟ عرفت؟ نور قائد الحمساوي استشهد، نور بركة الله يرحمه، ولاحق بعشرات عشرات من ممن سبقوه. افتكر السؤال اللي جبتها لك، شهيد بيصلي على شهيد، لكن هو اختلاف التوقيت. قال لك ما حدش بره بيطلع يقول كده.